الناقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن مستكاوي. اهلا استاذ حسن، ازاي حضرتك؟ شفت النهائي ازاي؟ طبعا مباراه صعبه جدا، هارد لك طبعا للمنتخب، يعني هارد لك على البطوله كلها. انما الحقيقه فريق السنغال كان افضل في اللقاء، كان عنده فرص اكتر خصوصا في الشوط الاول لما يبقى ابو جبل هو بطل المنتخب، ويعني عمل انقاذات رائعه جدا. ده معناه ان كان احنا مضغوطين كتير يعني، بس احنا كسبنا منتخب ولازم نقف معاه ولازم نشجعه، لان احنا عندنا ماتشين في غايه الاهميه وغايه الصعوبه. منتخب السنغال ظهرت قوته الحقيقيه في اخر مباراتين ليه في البطوله اللي قبل النهائي والمباراه النهائيه. فريق قوي، هو المصنف الاول على افريقيا، احنا عندنا 180 دقيقه صعبين قوي مع منتخب السنغال. احنا عايزين نروح كاس العالم وعايزين نلعب كوره في كاس العالم، فاذا لازم نعالج شويه القصور اللي كان عندنا خصوصا في المواقف الهجوميه يعني. انما احنا تعلمنا في الرياضه ان في ناس بتكسب وناس ممكن تخسر، وان احنا لازم نقول هارد لك، وخصوصا لما يكون اللعيبه ما قصرتش وبذلت اقصى طاقه بدنيه ممكنه وحتى اقصى جهد فني كمان. لازم نقدر ده، ومحدش في مصر كان يتوقع ابدا ان المنتخب ممكن يوصل للمباراه النهائيه. صح. نظرا للظروف كتيره قوي مر بيها المنتخب على مدى سنين، مش على الشهرين ثلاثه اللي فاتوا، لا على مدى سنين المنتخب بيعاني معاناه شديده جدا يعني. دي طبعا يعني موضوع طويل يطول فيه الكلام، لكن في النهايه احنا المنتخب عمل حاجه ما كانش في واحد في مصر يتوقع. واتحدى لو كان في مصري واحد كان بيتوقع ان احنا نلعب المباراه النهائيه او حتى نهزم ثلاث فرق قويه جدا، كوت ديفوار والمغرب والكاميرون، ثم نلعب مع فريق قوي جدا ونصمت قدامه 120 دقيقه. هارد لك الرياضه هي كده، لازم نعرف ان احنا ممكن نكسب ونفرح وممكن نخسر ونزعل، بس نقول هارد لك. انا زعلان جدا على فكره وانا بكلمك، باين بس ايه؟ باين عليا طبعا، انا متضايق جدا وزعلان، بس مش زعلان من اللعيبه ولا من الفريق، لا 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 لا. اتعلمت في الرياضه ان الرياضه هي كده، ممكن نكسب ونفرح قوي وممكن لا نوفق ونخسر، بس هي دي الرياضه. بس المهم احنا قصرنا في الملعب، اذا كانوا رجاله جدا حتى في هذه المباراه، وحتى والسنغال افضل، كل لعيب في المنتخب كان بيقاتل بجد عشان يسعد الناس.